يلا بينا. اول جيم معانا بتبقى منقسمه لحاجتين. ماشي. اول حاجه فيها impression وبعدين truth or dare. احنا بنسالك على ناس صحابك او ناس انت اشتغلت معاهم قبل كده. ماشي. وبنخليك تقلدهم في حاجه معينه او تحكي قصه معينه، وبعدين بتسحب التو كاردز، واحده فيهم بتبقى truth واحده فيهم بتبقى dare، وبنشوف انت هتختار اني واحده فيهم. ماشي يلا بينا. الاول طيب اول شخصيه معانا هي هند صبري. طبعا بشوف هند صبري كم مره في الاسبوع؟ دلوقتي مش بشوفها كتير، بس من سنتين كده كنت بشوفها قبل الكورونا، يعني قبل بقى ما الواحد يشتغل من بيته وكده. اوكي. كانت دايما تيجي المكتب عندنا، انا كنت شغال في شركه اسمها طياره وهي شغاله برضو معانا، هي صاحبه الطياره، فكانت بتيجي كتير فكنت بشوفها كتير. لا يعني حبيبه قلبي طبعا. اوكي. بس هتقولي لي قلدها؟ قلد بس هي حاجه بسيطه يعني. اوكي، عايزاك تقلدي هند صبري لو هي مبسوطه بعمل جديد ليك. ايه اول حاجه بتقولها لك؟ لا مفيش حاجه سيجنيفيكنت يعني، بس ممكن تقول حلوه قوي يا روبي، حلوه قوي يا روبي، دي هتنجح، دي برافو عليك كده. اوكي. بس مفيش حاجه يعني، بس دي حاجه حلوه قوي. حلوه قوي. احنا عارفين كمان ان هي كانت من اول الناس اللي بتسبورت فكره اللي هو يلا بينا واطلع وغني واعمل وكده. يعني اول مره شفتها فيها في الشركه هم قالوا لها، عرفوها قالوا لها ده بيغني، قبل بقى سقفه وقبل الحته دي، فعرفوها بيا وبيغني، راحت فاتحه ستوري على طول لايف وخلتني اغني للفانز بتوعها. ايه ده؟ اوكي. هي سبورت كبير يعني. طب فاكر الاغنيه اللي غنيتها في ستوري؟ لا كانت اغاني كتير على بعض، مش فاكر. اوكي. مش حاجه معينه. ماشي. ماشي. نسحب التو كاردز. اثنين؟ اسحب الاثنين ولا نقي واحد؟ ده وده وده ده. ماشي. لا لا تقول لنا جمله قالتها لك. قلتها لك. قلتها لك. والحاضر هند صبري. الدار؟ لا ما انت هتختار. ماشي. غنلها اغنيه كل ما بتسمعها بتفتكرها، اغنيه كده معلقه في دماغك كل ما بتسمع اسم هند صبري بتفتكر الاغنيه دي. سقف. اوكي. طب يلا غني سقف. يلا يلا. وسقفه سقفه سقفه نستاهل بوسه اهو سقفه، مين قال التالته تبقى تابته، لسه احلى سنين قدام. نكملها؟ لا لا. مع بعض احلى وقفه والدنيا علينا شاهده شايفه، حلمنا تحول افلام. هايل 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 هايل. شفت بس سقفلك كده؟ لا جميله، سقفه حلوه بصراحه، تتشهري بيها السقفه.